أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم سادتي من الأولين والآخرين يا رحمة الله الواسعة ويا ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كم يا هلال محرم تشجينا يا ما زال قوسك نبله يرمينا يا كل المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد محزونا يا يوم به ازدلف يا الطغاة أمية كي تشفين من الحسين ضغونا يا نادى ألا هل من معين لم يجد إلا المحددة الرقاء معينا يعني السيوف إلا المحددة الرقاق معينا يا فهوى على وجه الصعيد مبضعا أي ما نال تغسيلا ولا تكفيه وسروا بنسوته على عجف المطار تطوي سهولا بالفلا وحزونا مثل زينب وهي بنت محمد وويلاه وزينب برزت تخاطب شامتا ملعونا ولي وغدا بمحضرها يقلب مبسما كان النبي برشفه مفتونا نثرت عقيق دموعها لما غدا بعصاه ينكث لؤلؤا
مكنونة ولصاحة راسك يا أخو يا حيين شفت والله تلعب عصا يزيد أعلى شفت يا أنا بذاك الوقت وجهي لطمت والله وصديت لب بحرقة وندهت يا شلت يمينك يا ضربت يا شلت يمينك يا ضربت إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. هذه الآية المباركة يتحدث الله سبحانه فيها عن البشرى، يقول ذلك الذي يبشر الله عباده. طبعا بداية الآية إلها سياق، وسياقها يدل على الذي يبشر الله سبحانه وتعالى به لهؤلاء العباد وهي الجنة، لأن يقول ذلك الذي يبشر. قبل الآيات يتحدث عن نعيم الجنة ثم يقول ذلك النعيم هو الذي يبشر الله عباده، لكن هنا الآية تأخذنا إلى نقطة غاية في الأهمية. أي عباد يبشرهم الله في الآية؟ يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن منطق القرآن الكريم وسنة القرآن الكريم في التعاطي مع منطق البشرى دائما ما تلاحظ به المخاطب، طبيعة المخاطب، إيمان المخاطب، نزاهة المخاطب، طهارة قلب ونفس هذا المخاطب. فدائما القرآن ينطلق من منطلق الركيزة الأساس، عندما يريد أن ينتقل القرآن خطابه يلتفت إلى طبيعة المخاطب، بحسب طبيعة المخاطب ينتقل القرآن الكريم إذا كان الموقع موقع بشرى أو الموقع موقع انذار، فيلتفت إلى هذه الجنبة. إذا كان المخاطب من أهل الله، من أهل الصلاح، من أهل التقوى، من أهل الإيمان، ممن التزموا بطاعة الله عز وجل وراعوا حدود الله وراقبوا رضا الله سبحانه وتعالى وغضبه، فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخاطبهم يخاطبهم بالبشرى، يبشرهم، لأن هؤلاء أهل للبشرى، يستحقون البشرى. البشرى إنما تكون مع هذا الصنف دائما، حتى لو كان أحيانا على المؤمن نزل البلاء بأشد أنواعه، الله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء يجب أن يبشروا، لأن هؤلاء مروا بالامتحان ونجحوا. مثلا عندنا آية واضحة: وبشر الصابرين، هذه الآية. بعدين تأتي الآية الأخرى تقول أي صابرون هؤلاء، وبشر الصابرين. الآية الثانية: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هؤلاء في أعلى مستويات العطاء والرضا سبحانه وتعالى، الرضا بما قسمه سبحانه وتعالى. فتأتي إلى الآية واضحة تقول لك هؤلاء بشرهم، لأن هؤلاء أهل صبر، وهذا ما كان عليه الحسين عليه السلام، بل بينه الحسين في خطابه يوم كربلاء عندما خطب خطبة الموت المشهورة، قال: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف
وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلة، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت. تسمع بعد ذلك ماذا قال؟ نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. إذن من صبر على بلاء الله تأتيه البشرى، وبشر الصابرين. إذن منطق البشرى يكون للمؤمن، يكون للمبتلى، لأن المبتلى طالما كان في عين الله، والمبتلى كلما ازداد بلاء المؤمن كلما كان قربه من الله أكثر، حتى ابتلي الحسين بلاء عظيما لم يبتلى مثله أحد في العالم أبدا. وهذا إن دل على شيء يدل على قرب من الله عز وجل. ولذا زينب عبرت عن جمال هذا البلاء باعتقادها أول ما وقفت على جسد الحسين بكربلاء، وهي إشارات يجب أن نقرأها. قالت: اللهم تقبل منا هذا القربان فداء لوجهك الكريم. وبعدين عبيد الله ابن زياد بالكوفة يحاول أن يزلزل كيان وقرار واستقرار زينب وقوة زينب. قال: الحمد لله الذي شفى قلبي من طاغيتك الحسين، كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وستخاصم وتحاج، فانظر لمن الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجان. زينب تقول له: أنا ما رأيت إلا جميلة. إذن هذا هو الصبر الجميل على بلاء الله عز وجل، محل ومحط للبشرى. فذلك الذي يبشر، أو ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن منطق الإيمان والعمل الصالح دليل ومحل لتنزل البشرى من الله إلى العباد. فالله يبشر هؤلاء لأن هذا صنف يستحق البشرى. أما الصنف الآخر الذي يعيشون حالة من النفاق، ويعيشون حركة الكذب والخداع والنفاق والسرقة وأكل مال الآخرين وأكل مال اليتيم، ويحاولون دائما أن يتمظهروا بمظهر الإيمان وقلوبهم خالية من الإيمان، بل قلوبهم ملئت بالنفاق، بل ملئوا بالنفاق من رأسهم إلى أخمص أقدامهم. إذا رأوا انتصار الكفار عكفوا على آلهة من صخر لهم خبوها بالرمال في الجبال، في جبل أحد. تدري ما الذي جرى؟ بعض اللي كانوا مع النبي شافوا المعادلة تغيرت، صار انكسار، لأن النبي صلى الله عليه وآله بالبداية أمر جماعة أن يقفوا على رؤوس الجبال. معركة أحد ممكن بعض الشباب الصغار ما يعرفون هذا المعنى. معركة أحد جرت هكذا. معركة أحد، أولاً النبي قال عنا معركة، والمعركة على كتف جبل، فمجموعة من العسكر راح أعطيهم أمر أن يقفوا على أعالي الجبال ولا يتركوا مواقعهم بأي حال من الأحوال. إذا انتصرنا ما يتركوا موقعهم، وإذا انكسرنا يعني إذا هزمنا أيضاً ما يتركوا موقعهم. النبي قال: أنتم مسؤوليتكم أيها الجنود أن تقفوا تستلموا هذه الجهة من الجبل، لا يمر منها أحد ولا يطلع منها أحد. بتشوفون ربحانين منتصرين، تروننا منهزمين، أنتم ما لكم علاقة. بعدين النبي قاد المعركة في كتف الجبل، وانتصر المسلمون في معركة أحد، والنبي أمر المسلمين أن يجمعوا الغنائم، غنائم الحرب مثلا نياق، خيول، سيوف، دروع، أموال، اجمعوا الغنائم حتى يوصل النبي للمدينة يقسم الغنائم على المسلمين، لأن هاي غنيمة حرب. أولئك اللي على رؤوس الجبال ضربهم الطمع، قالوا: هؤلاء تحت يجمعون الغنائم والمعركة انتهت وانهزم المشركون، وإحنا ماذا نصنع على رؤوس الجبال؟ واحد قال لهم: النبي أمركم، قال بأي حالة من الأحوال لا تتحركوا. واحد قال: لسه المعركة انتهت والآن الغنائم كلها تروح علينا، فقوموا بنا ننزل. فعلا نزلوا إلى ساحة المعركة. هل أثناء كان على رأس
الجيش المشركين يومها خالد بن الوليد، كان بعد ما راح لدفة الإسلام ما زال قائد جيش المشركين، فسوى التفاف على المسلمين من على الجبل وشن هجوما جديدا فتغيرت المعركة، كان منتصر فيها النبي والمسلمون تحولت إلى هزيمة. طبعا هؤلاء كلهم وينهم؟ هربوا. هذه المشكلة، هاي معضلة. هؤلاء حركة النفاق حركة من أخطر الحركات التي تصيب المجتمع. هؤلاء اللي قبل لحظات منتصرين ويجمعون الغنائم وتركوا أوامر النبي، الآن كلهم تركوا رسول الله وهربوا، ركبوا النياقة خلافا، هكذا فعلوا، إن العروبة في مفهومهم هربوا. إذا رأيت عقالا من عروبتهم ما عدت تعرف أين الرأس، والذنب هكذا. وحركة النفاق إلى الآن موجودة في كثير من العرب إلى يومك هذا، في كثير من العرب حركة النفاق موجودة، يدعمون عدو الشعب وعدو الناس، العدو الإسرائيلي، يدعمون بالمال وبالنفط وبالأموال ويغطون معاركه لكي يذبح ويقتل الأطفال من قانا إلى جميع المناطق. إذن موجود النفاق، فتركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وانهزموا. التاريخ يقول فقط بقي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ومعه 4 من بني هاشم. حتى نسيبة المازنية تقول أنا واقفة، امرأة من المسلمين تقول أنا واقفة مع رسول الله بالمعركة، رأيت ابني شاب تارك السيف وراكض هربان وراء المسلمين، صحت له ناديته ولدي ويلك أين تفر أين تمضي أين تذهب، إلى الجحيم، وهذا رسول الله هنا، هاي الجنة هاي الآخرة، هذا الفوز هنا، أنت وين رايح، في أي مكان تذهب؟ يقول رجع، قالت خذ سيفك وانزل ودافع، أخذ سيفه ونزل واستشهد ابن نسيبة المازنية دفاعاً عن رسول الله. وبعدين لما عرفت نسيبة أخذت عمود من الحديد وركضت ونزلت باتجاه المعركة حتى نادى رسول الله لعلي رغم انشغاله أن ردها، فردها وقال آجرك الله ولك ثواب عند الله بهذا الموقف. وأمير المؤمنين يقاتل حتى أعطى وأبدى شجاعة علي بن أبي طالب تغنت بها الأملاك في السماوات، والرواة ينقلون جبرائيل بين السماوات والأرض يومها نزل ينادي لا فتى إلا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. والسيد رضا الهندي واضح يقول يا من قد أنكر من آيات أبي حسن ما لا ينكر، إن كنت لجهلك بالأيام جحدت مقام أبي شبر، فاسأل بدرا واسأل أحدا وسل الأحزاب وسل خيبر، من دبر فيها الأمر ومن أرد الأبطال ومن دمر، من هد حصون الشرك ومن شاد الإسلام ومن عمر، من قدمه طه وعلى أهل الإيمان له أمر، قاسوك أبا حسن بسواك وهل الطود يقاس الذر، أنا ساووك بمن ناووك وهل ساووا نعلي قمر. فهكذا أحيانا حركة المنافقين يظهرون الإيمان كما عبر الحسين بوضوح عنهم، قال يوم خرج الحسين، تعرف أنه الحسين أعلم الناس بأهل زمانه وأخبر الناس بأهل زمانه، بل هو الأعلم بكل الأزمنة، ولكن الحسين شاهد على زمانه. تدري ماذا قال؟ قال الناس عبيد الدنيا. أبو علي، أبو عبد الله، أبو عبد الله يقول الناس عبيد الدنيا. ولما يقول الناس انتبه، مصداق، خلينا إذا ما نقول على الكلية الحقيقية نقول على الأغلب الأعم، يعني الأغلب الأعم بنظر الحسين، الناس عبيد الدنيا. وإلا ابن بنت رسول الله يتحرك علناً من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى العراق، لا تستوعب قافلته ما يزيد عن 100، بالله عليكم 100، ما يجد 100 واحد. إذن الناس عبيد الدنيا، لأن الحسين ما غشهم، ما قال لهم أنا طالع إلى العراق أبني دولة امشوا معي وبعدين صارت كربلاء، لا، كل من أراد أن يأتي للحسين يقول له اسمع إني ذاهب للموت والشهادة، مستعد؟ أهلا وسهلا، مو مستعد؟ ارجع. حتى التقى بزهير ابن القين على الطريق، زهير ابن القين ما كان في هذا الاتجاه، بعدين حدثه الحسين، خرج زهير
راح إلى الحسين جلس معه ورجع أصحابه يأكلون وزوجته واقفة. قال: أما أنتم أصحابي فهذا فراق بيني وبينكم، وأما أنت فطالق لزوجته. قالت: خير؟ قال: ارجعي إلى أهلك. قالت: هل كنت بئس الزوجة لك حتى تطلقني؟ قال: أبدا، أنت نعم الزوجة. قالت: إذن لما طلقتني؟ قال: لأني ربطت مصيري بمصير الحسين ولا أريد أن يصيبك الأذى. يعني كل واحد مشى مع الحسين كان عارف أني رايح للموت والشهادة، ولذا كانوا ليلة العاشر مستعجلين، جماعة الحسين كانوا مستعجلين، وبعضهم صار يمازح بعضهم، يمازحون بعضهم كانوا بالليل، حتى واحد قال: يعني هذا الوقت وقت مزاح؟ قال: لا والله، ولكن ما بيننا وبين الجنة والحور العين إلا سواد هذه الليلة، فلو نعاجلهم بسيفنا هذا. ليش؟ لأن وطنوا أنفسهم خلاص. وهنا قال الحسين: والله لا أجد أصحابا أوفى ولا أهل بيت أبر من أصحابي. إذن إحنا وين أصبحنا الآن؟ أصبحنا الآن أمام قاعدة أن المنافق هو أسوأ في المجتمع من الكافر ومن المشرك ومن العدو، بل هو العدو، والقرآن قال أشد. فهؤلاء المنافقون الذين تركوا رسول الله يوم أحد، والمنافقون الذين بلعوا أرواحهم من الخوف يوم الأحزاب، والمنافقون الذين تراجعوا خاسئين يجبنون بعضهم يوم معركة خيبر، وكلها كان يفتحها علي بن أبي طالب فقط، وهو المؤمن بل هو الإيمان. فإذا المنافق الذي يظهر خلاف ما يبطن هذا لا يستحق خطاب البشرى من القرآن الكريم حتى يبشره الله. القرآن ماذا يقول؟ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هاي للمؤمنين. أما المنافق ما يستحق خطاب البشرى، المنافق يأخذ مكان في القرآن، له موقع في القرآن الكريم، وهو دائما الإنذار والوعيد، يحذركم الله نفسه. هؤلاء المنافقون الله يحذرهم، يقول له: أنت نحذرك وننذرك من خلال القرآن الكريم. ما تستحق أصلاً، أنت لم تصل إلى مقام البشرى حتى نبشرك بالجنة، فأنت تستاهل أن الواحد يعطيك تهديد ووعيد مو ترغيب. منطق القرآن الترهيب والترغيب، ولكن ناس إلها ترغيب وناس إلها ترهيب. هؤلاء هكذا، أتصور بآخر آخر سورة مريم: أو كالذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، إلى أن يقول ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هناك المصيبة الكبرى، هذا الإنذار، تهديد، تهديد من خلال القرآن الكريم. أما مثلا أنه والله تجي إلى خطاب المستضعفين في القرآن الكريم، ها يقول مثلا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر، يلقي عليهم اللوم. البشرى فقط لأهل الإيمان. إذن هذا المفصل الأول من الآية. المفصل الثاني من الآية أن القرآن الكريم يعبر عن قوة الأثر في الكلام. يقول: ما سبب تأثير الكلام على الناس؟ ليش أحيانا كلمة تأخذ مجراها في القلوب وتؤثر؟ على سبيل المثال أن الحسين عليه السلام في كربلاء ألقى كلمة في تلك الجموع الهائلة، وكم تكلموا أولئك، أصلاً ما أثرت كلماتهم ولا بقيت. لماذا؟ لأن كلام الحسين عليه السلام أثره في النفوس منطلق من شرط أساسي في المتكلم، في المخاطب. إحنا عندنا المخاطب وعندنا المخاطب. المخاطب حتى يؤثر بالمخاطب لا بد أن يرتكز بالكلام على شرط أساسي، وهي التفتوا إليها. يعني الآن أنا أتكلم معاكم مثلا، افترض أنا كلامي يؤثر بكم بحسب ما أكون قد صفيت نفسي. والله أنا اليوم اجيت على المجلس وأريد الأضواء والكاميرات والناس تشوفني ويقولون فلان على المنبر ويتكلموا لبق، هاي أخص فيها، ألاحظ أناي، ألحظ فيها نفسي ومصالح نفسي. لو تكلمت أجمل كلام لا أؤثر بكم. لماذا؟ لأني ألحظ نفسي. شرط الكلام المؤثر
أن يبتعد المتكلم عن لحظ أناه كلياً، أن لا يلحظ مصالحه الشخصية أبداً. وهذا ما عليه الأنبياء، هكذا الأنبياء وهكذا الأولياء. يعني الإمام علي عليه السلام إذا صعد المنبر وتكلم وخطب بالناس ما يكون ملاحظ أناه أبداً، أصلاً هو ذائب يريد مصلحة الناس، لأن اللي يريد مصلحة من خلال الناس مو الأئمة المعصومين، لا، هذا إحنا غير الأئمة. إيه؟ نحاول أن نجمع بين أمرين، ولكن الخطاب المؤثر بالناس يجب أن يكون مبتني على هذا الأمر بناء تام، أن المتكلم لا يلحظ أناه. الإمام زين العابدين عليه السلام لما صعد على أعواد الشام، يزيد بن معاوية جالس وخاطب على المنبر يسب علياً ويشتم علياً وفاطمة والحسن والحسين، والإمام زين العابدين جالس وقف قال: ويحك أيها الخاطب، لقد اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. الخاطب فزع، ارتعد، خاف، نزل من على المنبر، بقي المنبر خالياً. التفت الإمام زين العابدين إلى يزيد قال له: يزيد، ائذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات فيهن لله رضا وللجالسين أجر وثواب. شوف ما لاحظ نفسه إلى الآن. الإمام زين العابدين يقول له: أتكلم بكلمات فيهن لله رضا، هذا ما فيه لحظ نفسي، لأن احنا نرضي الله، وللجالسين أجر وثواب، وأنت ما هي فائدتك يا زين العابدين؟ أبدا. يقول: أنا كمتكلم لا ألحظ أناي بالكلام، لا ألحظ نفسي، أنا عندي شرطان للكلام، أول شرط رضا الله، والثاني الأجر والثواب للناس. رفض يزيد. شوف هي كلمة أكثر من الإمام، كلمة أثرت بجميع المحيط بيزيد بن معاوية. يزيد رفض، ابنه تكلم قال: أبا دعه يصعد، ما قدر ما يحسن هذا الفتى، عليل ابن يزيد، خلينا نسمع كلمة. قال: اسكت ولدي، أنت لا تعرف هؤلاء، هؤلاء قوم كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمرة لا تداس. ابني إذا صعد المنبر يفضحنا. سكت. تدخل أعيان الشام: يا أمير دعه يصعد، ما قدر ما يحسن هذا الفتى. قال: ويلكم، لا تعرفون من هذا، هؤلاء قوم زقوا العلم زقا، كبيرهم إلى صغيرهم، إن صعد المنبر لن ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. المهم صار حجم من اللجاج على يزيد، اللجاج على يزيد بن معاوية، دعه يصعد، خليه يصعد، ما قدر ما يحسن، يظهر عليه عليل، شاب صغير، خلينا نعرف الحقيقة كذا. وجد يزيد نفسه مربط أمام الناس، أذن له، صعد الإمام المنبر، صعد، الناس كلها شنفت آذانها هكذا تريد أن تسمع. من هذا؟ هذا اللي يزيد بن معاوية، والأبواق الأموية تقول هؤلاء خوارج، هؤلاء خرجوا على الإسلام وقتلهم عبيد الله ابن زياد بالعراق وجابوهم سبايا، هذا كافر، شو مسوي على المنبر؟ الناس منصدمة وتريد تسمع. الإمام صدمهم: بسم الله الرحمن الرحيم، أخ هذا مسلم؟ يبدأ بالقرآن: الحمد لله الأول الذي لا بداية له، والدائم الذي لا نفاذ له، قدر الليالي والأيام، وقسم فيما بينهما الأقسام، فتبارك الله الملك العلام. أيها الناس أحذركم من الدنيا وما فيها. القلوب ابتدأت ترتجف، لأن إمام معصوم يتكلم. شوف شوف الآن ما أقول لك أثر الكلام، أنت اكتشف القضية ليش يكون الكلام مؤثر. وهؤلاء أي مجتمع؟ ولا طالع الإمام بمجلس عزاء ومجتمع الأحباب ويتكلم، أبدا، طالع بمجتمع متربي على عداء أهل البيت، بل مجتمع لا يعرف علي بن أبي طالب ما سبب وجوده في مسجد حتى يقتل في المسجد، ولما قيل لهم كان يصلي استعجب المجتمع أكثر، أو كان علي يصلي؟ مجتمع مربي معاوية بن أبي سفيان وعلى رأسه شارب خمر كيزيد، يصعد الإمام المنبر بمجرد أن يبدأ بالكلام وإذا القلوب تغلي والدموع تجري، الله أكبر، حتى تعرف أثر الكلام. وإذا الإمام زين العابدين يقول: أيها الناس أحذركم من الدنيا وما فيها،
فإنها دار زوال وانتقال تنتقل بأهلها من حال إلى حال، قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية، الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأبعد منكم آثارا وأشد بأسا وقوة وجنانا، أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا. يابا أكل التراب لحومهم وبدد أوصالهم وغير شمائلهم وبدل محاسنهم، أيها الناس وكأني بكم قد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم، فاحفظوا ما بقي من أعماركم واملؤوها بصالح الأعمال. أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والشجاعة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد صلى الله عليه وآله. ومنا الصديق علي بن أبي طالب، ومنا التيار أسد الله وأسد رسوله، ومنا الطيار جعفر، ومنا أسد الله وأسد رسوله الحمزة، ومنا صبطا هذه الأمة الحسن والحسين، ومنا فاطمة الزهراء، ومنا مهديها. أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي وراح الإمام. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا إلى أن ذكر علي بن أبي طالب وفضائل علي وهو يقول أنا، إلى أن ذكر طهارة الزهراء ونقاء خديجة، وذكر الحسين بالآه والمصاب بعدما أرخى عينيه بالدموع والبكاء. أيها الناس أنا ابن المذبوح من القفا، أنا ابن العطشان حتى قضى، أنا ابن المتروك ثلاثا بالعرى، أنا ابن من جسمه ببلد ورأسه بأخرى، أنا ابن من نساؤه وحريمه من كربلاء إلى الشام تسبى. المجلس وحقك، هكذا الراوي ينقل، يقول فضج المجلس بالبكاء. بس ليش يبكون؟ من هم هؤلاء؟ إيش يعرفون عن الحسين وعن كربلاء؟ يقول فضج المجلس. يا بقى بالساعة كانت أسواق الشام النساء والأطفال والرجال يدقون الطبول والدفوف ويرقصون ويتغنون، ورأس الحسين على رأس الرمح بينهم، وزينب مسبية. الآن ماذا جرى حتى الناس يبكون بالمجلس؟ أنا أسألك، ما الذي جرى؟ غير هالمتكلم هذا يحمل شروط المخاطب للمخاطب، يحمل شروط المخاطب، ذوب أناه في سبيل سيد الشهداء أبي عبد الله وفي سبيل الحق، فحمل لهم الكلام الذي نستفيد منه استفادتين. الاستفادة الأولى أنه أثر بالناس البسطاء الطيبين الطاهرين، لقلوبهم أصلا بسيطة، صح الإعلام الأموي يأخذ بروسهم يمينا ويسارا، ولكن بسطاء طيبون يتأثرون. والجانب الثاني، الكلام الحق قوته لها أثر حتى على أهل الباطل، لأنها تقهر النفوس المريضة والنفوس التي يستحوذ عليها الشيطان. في الكلام الحق فيه قوة قهر، يعني يزيد جالس ما استطاع أن يتكلم شيء، تبي يزيد لا متأثر بالإمام ولا بسيط حتى يتأثر بالإمام. يزيد بن معاوية ما الذي لجمه هذا اللجم؟ قوة كلام الحق أيضا له تأثير قاهر على نفوس الآخرين، فيزيد بن معاوية ما استطاع أن يصنع شيئا. شنو يوقف يقول للناس كذاب؟ ما يستطيع. يوقف يقول للناس غير صحيح؟ ما يستطيع. ما رأس الحسين بين يديك، التفت يمينا يسارا، شاف مؤذن، قال ويحك اصعد أذن، اقطع كلام هذا الشاب. المؤذن شو سوي الآن؟ أذن. قال ويحك اصعد، صعد المؤذن. الإمام يقول أنا، وإذا المؤذن من ناحية أخرى الله أكبر الله. الإمام يتكلم، المؤذن يصيح الله أكبر. التفت للإمام قال كبرت كبيرا لا يقاس ولا يدرك بالحواس ولا شيء أكبر من الله. قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله. التفت للإمام قال شهد به لحمي ودمي وجلدي وعظمي وجميع جوارحي. لا تزايد بالشهادة. لما قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله،
الإمام التفت إلى يزيد، ترك المؤذن، يقول له يزيد، الإمام يخاطب، يقول له يزيد، محمد هذا اللي يذكره المؤذن جدك أم جدي؟ قول للناس. الله أكبر، لما الله يهيئ الانتصار، قل أنا الآن على المنبر وأنت تقطع كلامي وتأذن وتقول أشهد أن محمد، يزيد قل للناس محمد هذا الذي يذكره المؤذن جدك أم جدي؟ إذا قلت جدك أمام كل الناس بجرأة أقول فقد كذبت وكفرت، وإذا قلت جدي فلما قتلت أبي الحسين؟ شوف شوف انتصار، حتى يزيد أسقط في يده، حتى يزيد عم الصمت والهدوء، يزيد أسقط في يده. إذا قلت جدي فلما قتلت أبي؟ ولما سبيت نساءه؟ ولما صنعت ما صنعت؟ يزيد ماذا يصنع؟ إذن كلام الحق دائما مؤثر، لأنه يحمل هذه الجنبة، يخلو أهل الحق من جنبة المصلحة الشخصية. أما كثير من الناس يتكلمون ويبنون مجدهم على الكلام ليلاحظون فيه حتى التجارة باسم الدين، يلاحظون فيه هذا المعنى ويتكلمون بهذه العناوين، كلامهم ما يأثر، يزول ويزول. كثير من الكتاب والمؤلفين والمحللين والله كثير من نظرياتهم تحت أقدام شيعة وزوار الحسين. كم واحد كتب بزيارة الحسين أنه ما يصير الناس بالآلاف تمشي ونترك بيوتنا ونمشي بالليل وخطر وأبنائنا صغار ما يستطيعون يمشون وهالطعام لي على المواكب في طريق الحسين ونسوان وشباب كلام 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 كلام. هذا الكلام كله يتصاغر ويسقط وين؟ عند أقدام أول زائر طأ قدمه وادي السلام في النجف ليودع علي بن أبي طالب منطلقا إلى زيارة سيد الحسين، وبالطريق ما يسمع إلا هلا بزوار أبو علي وشاي يا زاير وأكل يا زاير ومبيت يا زاير، وما يسمع إلا صيحات الحسين وأناشيد الحسين ويمشي إلى كربلاء. شوف هاي سر من الأسرار، سر من الأسرار الإلهية. صلوا على محمد وآل محمد. كلام الباطل ما يستقر ما يستمر. كم واحد نظر لمجالس العزاء؟ كم الآن أنا إذا أدخل أنا وأنتم على شبكة الإنترنت ونطلع من أي موقع أبحاث حول البكاء على الحسين، تشوف هذا يلعب براسنا، البكاء مسألة غير حضارية، وهذا يقول يجب أن نحول الحسين من دمعة ظلام إلى فكر وما أدري، والكلام كلام معسول دس السم بالعسل. وإذا تأتي أيام محرم تشوف كل الناس لبست سواد ونصبت الخيام واجتمعت الناس رواديد وقراء ونعي وعزاء وآهات وصيحات ولطم ومصيرات وتطيين وتطبير وكل شيء مفتوح على أوسع أبوابه، كل واحد بحسبه بحسب حبه للحسين. مفتوح المسألة من لبنان أنت ورايح إلى سوريا إلى العراق إلى إيران إلى البحرين إلى الخليج بأسره جميعاً، حتى بالأردن وبفلسطين، وتنطلق في أوروبا وانت رايح تمر على أمريكا الشمالية وبعدين الجنوبية وبعدين تروح إلى أستراليا وإلى مجاهل أفريقيا، تجد راية لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. لماذا؟ لأن كلام الحسين واسم الحسين هو أثر بحد ذاته، أثر أثر بحد ذاته. زينب بالكوفة خطبت وهي على الناقة وصارت تقرع أهل الكوفة يومها، تقرعهم يومها وهم يبكون يبكون. بشير بن خزيم الأسدي يقول والله رأيت الناس يومئذ حيارى يبكون، قد وضعوا أيديهم في أفواههم من الخوف من كلام زينب، لأن أثر 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 يؤثر بهم. ليش؟ لأنه يحمل صفة الحق ويبتعد عن الأنانية، يبتعد عن ملاحظة الذات، في حين أن هؤلاء الكتاب بس شوفوني يا عالم أنا أكتب أنا أخالف، خالف تعرف. وهاي الصيحات الحمد لله السنة ما زالت باردة بحمد الله، أسأل الله أن يبقى الطقس عندها بارد مدفوع هاي الأيام الحمد لله، ولو كل عام هكذا نشوفهم. فراحت كلام الحق قوي ومؤثر، ولذا
جعل الكلام فيه أثر. ولذا النبي صلى الله عليه وآله لما يقول القرآن، أريد أختم الآية، هي فيها فرع آخر لكن إن شاء الله بموضوع مستقل، أختم الآية هنا: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ماذا يقول للنبي؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. يعني قل للنبي، لأنك أنت نبي، وحتى تكون كمنطق الأنبياء، وحتى يكون كلامك ذا أثر عميق في النفوس، بين لهم أنك لا تلحظ أنا. ولما تقول لهم لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أنت ما تريد أجرا منهم على رسالتك. لكن ما معنى إلا المودة في القربة؟ طيب القرآن يقول له أنت لا تريد أجرا، لكن النبي يقول لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هاي إلا المودة ماذا تعني؟ إلا المودة لا تعني أن هذا يكون ثمنا لرسالة النبي، أجرا لدعوة النبي، لا، إنما يريد أن يقول لا أسألكم على كل تعبي أجرا إلا أن تكونوا أهل دين. كيف تكونوا أهل دين؟ بمودة أهل بيتي، لأن مودة أهل بيتي ما إلها ارتباط أنهم أقاربي. لو الله أمرني أن أأمركم بحب أبعد الناس عني لفعلت، أبدا، ما إلى علاقة. الله أمرني أن أهل بيتك مودتهم فرع بل وأصل من أصول هذا الإسلام العظيم. إذا واحد ما يحب أهل بيتك يا محمد صلى الله عليك وعلى آلك، دينه ما مقبول، دينه باطل. حب أهل البيت واجب ديني لا يرتبط بأنهم أقارب النبي أو مو أقارب النبي، فاطمة بنت النبي أو مو بنت النبي، فاطمة هي على حد ذاتها فاطمة. الله أمر بحبها لأنها فاطمة، مو لأنها بنت النبي. علي بن أبي طالب ابن عم النبي، تب ما عبد الله بن عباس ابن عم النبي، تب ما كثر أولاد عم النبي، ما إلها علاقة. إذن كأنما القرآن يقول قل لهم لا أسألكم عليه أجرا، لا أريد أجرا على رسالتي وتعبي، إنما أريد منكم أن تكونوا على الدين. وأول معالم الدين وأسس الدين السليم هو أن تكونوا على مودة آل محمد. من لم يهوى، من لم يحب عليا وفاطمة والحسن والحسين، لا يقبل الله منه لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. وهذا قول الشافعي أحد أئمة مذاهب السنة الأربعة الكبار: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن، أنزله يعني بهاي الآية. يقول لأنا فقيه، الشافعي إمام وراء مذهب طويل عريض الشافعية، يقولهم أنا إمامكم أقول لكم إن حب أهل البيت فريضة ودليلها بالقرآن الكريم. أين الدليل؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. إذن يقول يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة. هذا سني. طيب خاجة نصير الدين الطوسي من فلاسفة الزمان يشير إلى هذا المعنى بعد نهاية تحقيقاته بالأمر في قصيدة عصماء أختم بها بين أيديكم: لو أن عبداً أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي وعاش ما عاش آلافاً مؤلفة عار من الذنب معصوما من الزلل وصلى ما صلى قواما بلا ضجر وحج ما وصام ما صام صواما بلا ملل وحج ما حج من حج ومن نسك وطاف ما طاف حاف غير منتعلي يكسو اليتامى من الديباج كلهم ويطعم الجائعين البر بالعسل وطار في الجو لا يأوي إلى أحد وغاص في البحر مأمونا من البلل ما كان عند الله يوم الحشر منتفعا إلا بحب أمير المؤمنين علي. ولذا أثر كلام أهل البيت بعد كربلاء كان أثراً بالغاً، وأوكل الإمام زين الإمام الحسين أوكل لزينب وأوكل للإمام زين العابدين سلام الله عليه
ما جرى في كربلاء، أوكل إليهم بعد ما جرى في كربلاء أعظم مهمة، وهي قيادة كربلاء بعد استشهاد الحسين، وقيادة دماء الحسين التي تعطي الناس نورا ومعرفة وإباء وإثارا. ولذا يقال يوم العاشر من المحرم لما بقي الحسين وحيدا فريدا ينادي: ألا من ناصر ينصرنا؟ أما من ذاب يذب عنا؟ الإمام زين العابدين سمع استغاثة أبيه فنادى: عمتي زينب إلي بالسيف والعصا. قالت: وما أنت صانع يا ابن أخي وأنت مريض؟ قال: عمتي، أما السيف أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأجاهد به بين يدي ذلك الغريب. وأشار إلى أبي عبد الله الحسين. زينب جابت لامة الحرب، لبسها الإمام، أخذ السيف. هلا هلا بقلوبكم بالحرارة، إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين، أنتم المؤمنون لن تبرد أبدا. وفعلا أخذ لامة حربه، لبسها وأخذ سيفه، ونزل الإمام يتكئ على عصاه وينادي: لبيك أبا عبد الله، لبيك سيدي. أنت تصيح على من ناصر؟ أنا رغم كل معاناتي ناصر إليك أبا عبد الله. لبيك أبا عبد الله. رآه الحسين من بعيد نادى: يا أخي يا زينب، ارجعي ولدي علي لكي لا ينقطع نسل آل محمد. نعم، زينب أسرعت وتعلقت بالإمام زين العابدين وأرجعته إلى الخيمة. جلس الإمام في الخيمة، ما هي إلا لحظات وإذا بالإمام الحسين أقبل نحو الخيمة، وإذا به ينحني عند ولده يقول له: بني، ما الذي أخرجك من خيمتك؟ قال: أبا يا حسين، سمعتك تستغيث وتنادي، ألا من ناصر ينصرنا؟ أما من ذاب يذب عنا؟ فقلت: أأتي لنصرتك. قال: ولدي علي، يجب أن تبقى على قيد الحياة. قال: أبا، سمعتك تستغيث وتنادي، ألا من ناصر؟ أبا يا حسين، أين عمي العباس؟ قال: ولدي، لقد قتل. الله أكبر. أبا يا حسين، أين أخي علي الأكبر؟ قال: ولدي، لقد قتل. أبا يا حسين، أين فلان وفلان؟ أين حبيب وزهير؟ أين مسلم وبرير؟ أين فلان وفلان؟ قال: ولدي علي لا يوجد في مخيمنا من الرجال سوى أنا و... عند ذلك رمى الإمام زين العابدين بنفسه على أبيه الحسين ونادى: بعد ذلك التفت الإمام زين العابدين، قال: أبا، يعني أنت ذاهب للموت؟ قال: نعم ولدي. قال: أبا، هل من وصية؟ عادة الأب لما يموت يترك وصية مع ولده، وأنا ولدك الوحيد الباقي. أبا، هل من وصية يا نور عيني؟ عندك وصية؟ قال: نعم ولدي، عندي وصية. ما وصيتك؟ اسمعوا يا شيعة، ولدي علي، إذا رجعت إلى المدينة فأبلغ شيعتي عني السلام، وقل لهم بأن أبي الحسين ذبح عطشانا فاندبوه، وقتل غريبا فاذكروه. أي والله، نادوا: يا حسين يا حسين يا حسين. هاي الليلة
إلى الثانية وبعد ما نادينا بهذا النداء، يلا هذا وقت النداء بصوت واحد مثل كل عام، حسين حسين حسين. أريدك متفاعل، ارفع إيدك صوتك حنجرتك للحسين، حسين حسين يا بعد مرة معي، حسين حسين يلا هذا نداء الحسين. شيعتي مهما شربتم ما أعذب، فاذكروني أو سمعتم بقتيل أو شهيد فاندبوني، فأنا الظالم الذي من غير جرمين قتلوني، وبجرد الخيل تتحمل، وبجرد الخيل بعد القتل ظلما سحقوني، وحسينا صدري لصدرك الوقاء، نفسي لنفسك الفداء. أبا عبد الله يلا صوت الحسين وصيته لكم، أريد ون ون الليلة مع الحسين. الشيعتي نصب المياتم والعزال مصيبتي، تعفير خدي بالتراب وذبحتي، والله لو شربت الماي ذكرون العطش فت مهجتي، انا وقصدون الكربلاء والكل يسجب عبرتي، والله يقلكم لو تشوفوني يا شيعة على الثرى طايح ذبيح جريح، والله خدمت وسط الترايب والدمى مني تسيح، انا كم عضيد وكم ولد ليا قضى قبلي ذبيح، والله هذا يبقى على الشريعة وهذا احمل جثة. ابا عبد الله الى ان انقضت معركة كربلاء وخرجت زينب من كربلاء مسبية وأخوها الحسين على الأرض، والبنات على النياق مروا على جسد القاسم، مروا على جسد الأكبر إلى أن مروا على جسد الحسين، وإذا بزينب أرادت أن ترمي نفسها، ناداها الإمام زين العابدين، عمه ارحمي ضعف بدني وودعي أخاك من على الناقة. التزمت زينب صارت تودع أخاها، تقول له ودعتك الله يا ذبيح ما شرب ماي، وعنك يا نور العين صافرت بيتاماي، يا مقطع الأوصال لو كانت على هواي، ما فرقت جسمك يا صيل طان المدينة. كذا زينب صارت على الناقة. يلا حافظين هالأبيات في كل عام، زينب طالعة من كربلاء تقول له ما لي غيرك، وويلاه وحسينا يا زينب تقول له ما لي غيرك يا ضريج على الوطية، ما لغيرك يا دمي عيني جريا.
هكذا خرجت من كربلاء، ولكن لما رجعت يوم الأربعين إلى كربلاء ونزلت عند قبر الحسين، ماذا قالت زينب؟ كلما نسيت ما غبيت عني يا غالي، ما نسيت ما غبيت عني يا غالي، ما نسيت تشهدين جوم الليالي، ما نسيتك انت كيل ساعة على بالي. يلا صوت واحد الى كربلاء، ما نسيتك، ما نسيتك عني يا غالي، ما نسيتك إلك أقرن واعب كل زماني، يا حزنك ما نسيت ولا نساني، أنا قبل السبي ميت عساني، يا أخوي اللي قطع نحرك سباني، أمس يا حسين كنت الهاشمية، ومن بعدك يسموني سبية، غريبة يا غريب الغاضرية، الشمر يضربني ويشتف ايدي، ابويا الشمر يضربني ويشتف ايدي، وينك وينك يا حسين؟ قوم لي يا حسين، عاين اختك وين يا حبيبي؟ الله أكبر. يلا شباب، يلا الجميع أخوات داخل الخيمة وخارج الخيمة، بالشارع كلنا، يا حسين قوم لي يا حسين، عاين اختك وين يا حبيبي؟ تحاجيك زينب تحاجيك، راح اموت عليك من نحبي، الحق علي يا غالي، اجركم الله. الزهراء تنظر لكم، الزهراء تسجل نياحتكم، تسجل بكاءكم، هنيئا لكم. الحق علي يا غالي، ابو علي شافت الوادم خيالي، الحق علي يا غالي، شافت الوادم خيالي. وين الشباب، حافظين او لا؟ زينب زينب، انا زينب، راح اسمعك هالنواعي، زينب انا زينب، راح اخبرك حل ضياعي، ابكي ويسكنه ورقيا، وناقتي منبر الي، ابكي ويسكنه ورقيا، وناقتي منبر الي. هكذا زينب رجعت يوم الاربعين وخرجت وعادت الى المدينه. تعال اختم لك عند ام البنين. لما دخلت زينب المدينه، اول شيء جاءت إلى قبر جدها، أخذت
بحلقة الباب ونادت بذاك الصوت تقول لي يا جدي مات ما حد وقف دونه. شايف عزيزي يموت بمشفى بيت الأهل كلهم عند رأسه، تخرج روحه وأهله عند رأسه، تقول لي يا جدي مات ما حد وقف دونه ولا نخار غمض له عيونه. والله يعالج وحده ومن خطف لونه ولا واحد بحلقه ما يقطع. تقول له يا جدي عادل يموت يجيه دفان مو يحفر له قبر ويفصل الاكفان. يا جدي ما شفنا ليموت يظل عريان وتلعب على صدر الخال ميدان. دخلت حجرتها دارها أقامت العزاء، دخلت أم البنين أجلستها جنبها. أم البنين تقلها عظم الله لك الأجر يا زينب بإخوتك جميعا. زينب تقلها يا أم البنين عظم الله لك الأجر بأولادك الأربعة. اسمع عندها سؤال، تقلها يا زينب أنشدش على راعي المحن، والله المحن ايش سوى الخوات من خن. يما أدريه يا زينب أدريب ابن العباس، أدريه ضرب السيف فن، وأدري غيوره وبيه ظن. والله يا زينب إن كان ما راضين عنه لروح عن كربلة وعاتبن، أو حليب الرضع لحرمن. الله أكبر. تقلها لا يا أمه العباس ما قصر ما قصر، قدم يمينه ويساره. ارتاحت الأم الوالدة توجهت إلى ابنها. وين بكربلة؟ هاي كربلة هاي توجهت من المدينة. تقلها الحمد لله يا يما على نصيبي وحلالي عليك يا ولادي نصيبي. أنا حلالي عليك يا ولادي حليبي. ثم توجهت نحو الحسين، خذوا حوائجكم. تقل لي يا ابو علي ردتك ترد سالم للوطان، يا ريت ولادي راحة وانت ترجع، والله ردتك تريد سالم للوطان. شابيك جرح الأربعة هان، أنا لو أدري بحليبي هالوفا كان، ربيت لك بعد يا حسين خوان. حسينا حسينا حسين حسين حسينا حسين حسين حسينا. أبصم نفسك بعاشورة من الليلة. يا حسينا 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 حسينا. رسالة رسالة. حسينا 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 ساعدني حسينا حسينا. ذاك الصوب حسينا حسينا إلكم إلكم. حسينا 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 حسين. إلهي بالحسين الوجيه كلكم أماكنكم عليكم ما واحد يطلع. هاي اللحظة لحظة الاستجابة. إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة من ذريته وبنيه، اشفي وعافي مرضانا يا الله.